البيت الأبيض يعني الدار الأمريكية على مستوى البيت الأبيض على مستوى وزارة الخارجية يعني اتهمت إيران بتزويد الحوثيين بالصاروخ الذي استهدف مطار الرياض، هل تؤكدون أنتم من جهتكم ذلك؟ نحن بالتأكيد نحيي بيان السعودية الأخير حول الأنشطة. من الواضح أن هذه الأسلحة لم تكن موجودة قبل بدء الحرب الأهلية في اليمن، وها هم يطلقون صاروخا على السعودية. نحن كنا حازمين بالنسبة للحديث عن دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك توفير تكنولوجيا الصواريخ في المنطقة. ندعو الأمم المتحدة للقيام بالتحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة وكيف انتهى بها المطاف في اليمن. كنا واضحين ونحن واثقين أن إيران تلعب دورا مزعزعا للاستقرار وتنشر الأسلحة في المنطقة. الحوثيون هددوا أيضا باستهداف الموانئ البرية البحرية والجوية في كل من السعودية والإمارات. أولا يعني هل تعتقد أنهم قادرون على ذلك، وما هي الإجراءات التي تتخذونها للحيلولة ربما دون ذلك؟ نحن بالتأكيد نقف إلى جانب شركائنا في رغبتهم في الحماية أو في حماية حدودهم، وندعم التحالف السعودي بالتزويد بالوقود جوا وحماية الحدود. نحن ندرك الموقف الإنساني في اليمن ونطالب كل أطراف النزاع التأكد أن المساعدات تصل إلى المحتاجين. طيب اسمح لي الآن التحول سيد قلاوي إلى التطورات مؤخرا في سوريا. ثم تقارير إعلامية ذكرت أن قوات الحشد الشعبي العراقية دخلت إلى الأراضي السورية لمساعدة القوات النظامية في استعادة البو كمال، المنطقة في الحدود بين العراق وسوريا. هل رصدتم أنتم ذلك؟ هل تستطيع تأكيد هذه الأنباء؟ نحن لم نرى أي أعداد كبيرة من قوات الحشد تعبر الحدود إلى سوريا. كما تعرف رئيس الوزراء العبادي كان واضحا بشأن دور القوات الأمنية العراقية وهو تأمين الحدود وأنهم لن يعبروا الحدود. كما تعرف الحدود العراقية السورية نفاذة، ولم نرى أي أعداد كبيرة من وحدات الحشد الشعبي تعبر لدعم قوات النظام. هل تتخوفون من أن تدخل قوات الحشد الشعبي إلى عمق الأراضي السورية وربما بالتالي الاصطدام في أو الاصطدام بقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور؟ لم نرى أي مؤشر بحدوث ذلك، ولا أريد التكهن بشأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل. تأكد أن قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية ستقوم بحماية نفسها. لن أقدم أي خطاب تصعيدي لقوات الحشد الشعبي، يجب أن تبقى تحت سيطرة العبادي ونحن نقوم بالتنسيق. طب النظام السوري لا يعترف بالرقة محررة ما دامت ليست تحت سيطرة الجيش السوري، الجيش النظامي السوري. هل تعتقدون أن المواجهة ما بين الجيش النظامي السوري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى أمر محتوم، وما الذي قد تفعلونه لربما الحيلولة دون ذلك؟ أعتقد أن أفضل أناس لتقييم هل الرقة تحررت أم لا هم أهل الرقة. حاليا هناك مجلس يدير المدينة ويؤمنها ويقدم كل الخدمات التي كانت غائبة خلال حكم داعش. أنت تتحدث عن تسوية طويلة الأمد لسوريا، ونحن ندعم زملائنا في وزارة الخارجية الأمريكية الذين يريدون خلو البلاد من الحرب الأهلية. بالنسبة للنزاع سوف نستمر في التنسيق مع القوات الروسية كي نتجنب حدوث أي احتكاك على الأرض، ونحن ندعم زملائنا في وزارة الخارجية وهم يعملون على حل الأزمة الحرب الأهلية في سوريا. لكن هل ستساعدون قوات سوريا الديمقراطية في حال هجمت من قبل قوات النظام أو الحشد الشعبي؟ أعتقد أن لدينا سجل واضح خاص بحماية أنفسنا والقوات الحليفة في سوريا. لا أريد أن أتكهن بشأن المستقبل ولا أن أصعد أي موقف. الشيء المهم هو أننا نركز على هزيمة داعش و
نحن أيضا نقوم بتجنب الاحتكاك مع الروس، وقواتنا الحليفة وقواتنا نحن تقوم بهذا العمل على الأرض. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل ميجر دريان قراوي، شكرا جزيلا لك.